ديال طنجة صاحبي، وبقيت كنتسناك مشيتي ديال النوم وصونيتي عليا. واش انت هو اللي سيمانه عندك العرس؟ عطيك الرضا. دي خدمه نقيه الاخوان. الناس اللي جداد معانا في اللايف كاين واحد السام حدا سي محمد السري غتبركوا عليه، غطلع لكم سويف بالزرق. اي واحد طلعت لي سويف بالزرق يورك عليه، راه ما دايرش ابوني، واللي طلعت لي بالبيض عندك يورك عليه، راه غادي يحيد ابوني ما بقاش يطلع لي اللايف ديالنا. اوكي، هذا الاخوان اتصل بينا البارح، هذا من فرنسا ياك، دابا جا المغرب باش يضرب لك حل في الابيض. مرحبا بك، شنو الاسم ديالك؟ عبد الرحيم. عبد الرحيم منين؟ مكة والناس، مستقر في فرنسا. شحال في عمرك؟ 24. من باغي دير التيست؟ فردوس من طنجة 22. فردوس طنجة 22. شحال انت ويا مع بعضياتكم؟ 4 سنين ونص. دابا 4 سنين ونص. كان تليفون البارح طافي. لا لا، دابا راه معايا في واتساب. راه البارح طفالها قالت لي طفالي التليفون، راك عارف. ارى لي النمرة ديالها 0702. اها، النمرة ديالها شاعلة ياك، مأكد؟ اي دابا راه دابا كنهضر معاها. ايه صافي اسكت، لقيتها مصوني عليا مع هاد النمرة الصوني صيفطنا ليها البارح في الواتساب. السلام عليكم. يلاه سكتوا. واش نشوف واش غنتعنب عليها واحد شوية بعدا. سيرك سكت. الو الو، عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. فردوس مساء الخير، كي دايره؟ صافا بخير؟ شكون معايا؟ ما كنسمعكش بعدا باش نهضر معاك. شكون معايا؟ لقيتينا متصلين بك البارح. مرحبا واهلا بك، معنا فردوس من مدينة طنجة، سن 22 سنة. مرحبا واهلا بك، معك مصطفى جارك، مقدم برنامج خطوة قبل الزواج. مرحبا واهلا بك، كتصنتي شويه للراديو ولا والو؟ بصفة نهائية. اوكي، كما قلت لك معك مصطفى جارك، مقدم برنامج خطوة قبل الزواج. انت حاليا دايزة معنا على المباشر في الراديو على اثير يونا موجة 96.4. جانا اتصال انسة فردوس من عند السيد كذلك حب، وهذا السيد بغى يدير لك واحد السوبريز، وفي نفس الوقت عنده شي هضره في حقك بغى يبوح لك بها من خلال البرنامج ديالنا. على ما قال لنا باللي يلاه تعرفتو غير في هذه السنه. فردوس انا غندوز عليك، كان اتصل بينا هذا السيد البارح وكان الرقم ديالك طافي، وعاود اتصل بينا دابا. انا غادي ندوز عليك مستعد تهضري معاه. شوفي انت شكون هو هذا السيد اللي من مدينه طنجه وسرق عليه؟ ما يمكنش. نعم مأكدة؟ فردوس عندك شي واحد في حياتك ولا سيليباطير؟ سيليباطير ديال راسك. اوكي، غادي نطرح عليك واحد السؤال اخر وغتكوني جاوبتينا بهذا السؤال هذا، واخا؟ تقدر نطرح سؤال انا قبل ما نطرح سؤال؟ لا نسولك انا وسوليني انت، واخا؟ ولا مرحبا مرحبا سولي، مرحبا تفضلي. كيفاش ما سمعتكش؟ فين نديت المعلومات ديالي انا في الدرس دابا؟ راه اتصل بينا واحد السيد من مدينه طنجه، اوكي، هو اللي عطاني السميه ديالك والعمار والرقم ديالك، قال لينا بلي انت وياه كتجمعكم علاقه حب، وهذا السيد بغى يدير لك واحد السوربريز، وفي نفس الوقت عنده لك واحد الاهداء، فهمتي؟ وراه كيسمع فيك هذا السيد، راه معانا دابا على الخط، وغادي ندوزو لك باش تهضري معاه. اكيد، غير قبل ما ندوزو لك دابا انت صدمتيني، قلتي لي بلي انت سيليباتير. انا نسولك واحد السؤال وتجاوبيني بصراحه فردوس قبل ما ندوزو لك. انت شكيتي باللي راه شي برنامج متصل بك وقلتي لنا ديك سيليباتير ياك؟ اوكي، اقسم بالله العلي العظيم اللي انت دايزه معنا دابا على المباشر، يعني حلفت لك بالله اللي فوقي وفوقك وفوقنا كاملين، دونك هضري معايا وانت مرتاحه، والسيد راه متصل بينا وراه كيسمع فيك. هذا واحد السيد من طنجه كيموت عليك، كيموت على التراب ديال التراب درج ليك، باغي يدير لك واحد السوربريز وعندو لك اهداء. دونك قبل ما ندوزو لك، يكفي انك تقولي لي بلي غير الاسم ولا داعي لذكر النسب. تفضلي. ما عرفتش واحد من طنجة. واخا،
عندك اصلا شي واحد في حياتك ولا سيليباتير؟ اوكي، بما انك قلتي سيليباتير غادي نطرح لك واحد السؤال وغادي ندوز لك مباشره هذا السيد اللي متصل بينا. فردوس لي نفترض جا دق باب دار والديك واحد الشخص، وهذا الشخص بالنسبه ليك انت شفتيه شخص مناسب، يعني فيه كاع المواصفات ديال الراجل المثالي اللي كتمنى يكون في حياتك، مثلا غيتهلا فيك، كيحترم والديه، خدام، كيصلي، كاع داكشي اللي كتمنيهم انت في الراجل في هذا السيد هذا اللي جا دق في باب داركم، واش غادي تقبلي تزوجي به ولا حاليا انت ما كتفكريش في الزواج؟ نقدر نحاول حتى نعرفو مزيان. اوكي، دونك حاليا قلبك خاوي، ما عمرو حتى شي واحد. الحمد لله، كان عندي امال، كان عندي امال افردوس، كيفاش؟ كان عندي امال طيب فيك. كان عندي امال. ما شديش على صوتي، راني مريض شويه، ضربني الارواح. انا كنعرفك مزيان وكنعرف الاهل ديالكم. اوكي، انا ولد كازا، مي دابا تقريبا شي عام ونص باش جيت سكنت هنايا في طنجة مع لاباطا، وكنشوفك مع واحد البنت ديك اللي سمرة اللي سنانها عوجين شويه، عرفتيها؟ انا غنقولها، هي قالت لي ملي تهضر معاها عاود لي هذاك الشيء اللي انا، شوف هذا الشيء اللي قلت لك دابا راه غير ضحكت معاك ياك، باش نتاكد باللي راه سيليباتير. انا شي كنحلفو بالله، لا راه كنت كنحلف وكنقول في خاطري واحد الحاجه اخرى، حيت انت ما حداياش، كنحلف وكنقول واحد الحاجه يا اخرى. اوكي، دابا اللي بغيت نقول لك هو انا دابا قالت لي غير ملي تهضر معاها انت وتقبل وترتاح ليها زعما، حيت انا من هضرتك واش كنت واش غنرتاح ولا ما ارتاحيتش، ولكن دابا انا ارتحيت. ودابا انا بغيت نقول لك جوج كلمات في فردوس. غادي نقول لك جوج الهضره، اسمعني. هاد النمره غادي تبلوكي انا عندك، وثاني حاجه انا ما كنفكرش في الزواج، ما حتى شي حاجه. يما كتفكرش في الزواج ياك؟ صافي اسمحي لي، هضر مع اخويا، راه ما كتفكرش في الزواج، راه سيدي باطي هضر. لازم ندوز واحد السيد، هضر. الو، الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا بخير الحمد لله، شكون معايا؟ أو ما نعرف، شو بنتي شكون معايا؟ شحال عندك، عشرة ولا جوج؟ يا باي باي سلام. قطعت يا قطعت اخويا، راه محتار ما صوتك. سيري باطير، واش انت لازم فرنسا باش تزوج بيها؟ ما كتفكرش في الزواج، مازال باغا العلاج لاستيك. باش كتحس في هاد اللحظة؟ بس خليها دير ما والو، صافي دابا عارفه، غتجي تصيفط لي دابا في واتساب تقول لي واش انت ولا عيب، راني سديت كونيكسيون انا كاع. بلاتي نصوني لها من الرقم الخلاوي، انا راه عندي واحد الرقم خلاوي عطاه لي اردوغان. اردوغان كاع. اه يا سيلي باطير، ما عليكش شي نص ساعة وانا كنهضر معاك مفتح اللايف، هو اللي كيعطينا هاد الكنيات. فاطمة الزهراء، فردوس هاكي عبد الرحيم بغى يهضر معاك، هضر معاه. فردوس تشري باطير ولا ما على بالي؟ غوتي غوتي ما كنسمعك شي هضري، هضري. شنو انت تيليباتير ولا مال؟ شنو ديال ما كيفاش كدير؟ و قطعت عليك ما نرضاش. انا قطع عليا جميع الاتصالات، غير خلاص قطع الاتصال ديال السرير. عبد الرحيم الرزاق و
صافي ما درتي لك جاتور ديالي اخويا ما عجبتش. عبد الرحيم خويا تحياتي. اسمع نقول لك اخر كلمه باش ما يبقاش فيك الحال. عارفك غنقولها لا تخرجها من الداخل. تحياتي. شوف المهم نقول لك انا هذه الكلمات تاعي بس. خويا ما يبقى الحال حق الله العظيم. لا لا خويا غيبقى فيك الحال. شوف اقسم بالله ما يبقى الحال. علاش؟ صافي بنادم شي شي ما بني ولا يبدا بس اللي باطير وكدا صافي بنادم. ودابا المشكل هو في الوالدين ما بقاتش زعما فيا انا ولا انا والله ما على باليش دابا. مال الوالدين؟ عارف اخبارهم الروينه فتاي بنادم يصدق يقول لك انا سيري باطير باش يتهرب من شي جوابيه. اش كان التليفون ياك؟ بلا شي نعاود نتصل عليها. كايسون هضر هضر هي جاوبات فردوس. واش ما بغيتيش تهضري ولا مالدين؟ دابا هضري معايا نيشان ولا قولي لي ما نهضروش من الصراط ولا الناب. وما تفوت واتساب هضري هنا بعدا ديك الساعة نفوت واتساب نفرتكو انا ولا نجمعو انا. عرفتك سينا انت راح نرتب من صوتك انا ما غادي نجاوب حتى شي واحد. وصافي انا دابا عرفتي الصوت ديالي. عرفت ايوا هضري مع دين امي قولي لي كيفاش سيري باطير كيفاش الروينه الكحله. سيري باطير ما نقولش شي حاجه شخصيه ديالي شي واحد في التليفون انا ما كنعرفوش. والمعلومات تقولي انا ما بنادم انت عارفاني في يعني كنعرف شي واحد من طنجه. واش كتعرفني كنعرف شي واحد من طنجه؟ واش هو قال لك عامة واش اون كوبل ولا سيلي باطر؟ ما قال لكش ضروري يكون سيلي باطر. ما عنده حتى شي ما عنده حتى شي دخله فيا ما قلتش حاجه شخصيه ديالي انا شي واحد ما كنعرفوش. صافي ما كتعرفينيش حتى انا هادشي اللي بغيتي تقولي الصلاه على النبي سالين. انا ما كنهضرش عليك نتينا انا كنهضر عليه هو ماشي اي واحد غادي يعيط لي هو كيدخل يقول في الهضره. اسمعي راني كنهضر. شوفي السيد قال لك واش سيلي باطر ولا الروينه؟ قلتي سيلي باطر شوية هو قلبها للطا الثانية كيقول لك اشنو كاين مشيتي على الثالثة اللي هذا حسيتي بالقالب بقيتي قال بلوكي النمرة بلوكي الزعتر. حيتاش ما عندوش الحق يهضر معايا هو كيدخل يخرج في مرة بكل ظلمة باش ما نعرفش شنو كتمني كي عليا دابا ولا ما نعرف. صرات دقيقة تما كتهضر وفي التالي ما من حقوش يهضر معايا اش ما نصيفو كيفاش؟ والو قلت لك واه كيما قال لي هو. شوف 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 انت دخل وربما حتى ما قلت شي حاجه ديال العيب فهمتيني كون كانت بانت لي شي حاجه البنت باينه فيها معقوله ما قلت لي حتى شي حاجه العيب. وربما ملي قلت لها الكنيه ديال جارك ياك ملي قلت لك جارك تخلعتي حسابك راه شي جارك ياك فردوس. ملي قلت لك مصطفى جارك واقيلا حسابك شي واحد من جارتك شي باش قلتي سيري باطير. كنعرف حتى شي واحد لا من جاري ولا حتى شي واحد من الطاجة وحتى حياتي الشخصية ما عرفت حتى شي واحد. وامتى هو جاي عندكم للدار ان شاء الله؟ داكشي كيبقى بينات. لا باش نقول لك واحد الهضرة. امتى جاي عندكم هو للدار؟ ما عرفتش. وانت واش قايل لها بلي راك جاي السيمانة ولا لا؟ لا ما بغيتش نقولها بغيت نخليها تم تيستي انا واللعيبة عاد نقول. راه جاي عندكم هاد السيمانة ان شاء الله. لا لا عرفتك انت من داك النوع اللي معقدين زعما. لا عرفتك من داك النوع اللي مع اللي سميتو ده فهمتي كيحتفظوا بداك الشيء ديالهم بوحدهم. باش انا نهضر مع شي واحد اخر كيقول لي برنامج مرة كيقلب الهضره على في الوحده. لا راه فعلا برنامج دخلي الانستغرام كتبي سي محمد تشتري لي واحد وغيطلع لك. انا ما كنعرفوش ما غاديش نهضر باش نكون واقعيه. درتي ما اصلا هو راه عنده برنامج الروينه راه شدك هو بديك الهضره انت واش سيلي باطير ولا ما سيلي باطير شفتك شي عليه بالسيلي باطير سيلي وتاكدي عليها من الفوق. حياتي الشخصية انت راه ما قلت شي واحد بينك انا وياك. اسمعي نقول لك دابا شوف اللي نقول لك انا عطيت لهم طول ونقصر ما المهم صافي بلا ما نضيعوا الوقت شوف شي واحد اخر زرفوا كيما زرفوني وراك تما. لا يا شوف راه ما قالت لك والو يا راه قالت غا سيلي باطير. ايوا غا
لا هي راه شوف باينه فيها معق زعما فهمتي من داك النوع اللي داك النوع ديال متحف. معقدة لا كمل. باينه فيها من داك النوع اللي معقول بزاف فهمتي. هي معقول تبارك الله استاذ. صافي يلا الله يخليكم بعضياتكم. الله يعاونك السي محمد. يلا شكرا. اختي فردوس تحياتي لك. صافي الدري الله يعمرها طال عمرها. كلشي كتب ليه واعر. لا هي بصراحة مقطعات.